أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم والرب يحفظكم، وتستلمون اليوم وكل يوم بركات وخيرات السماء والأرض، وتستلمون فرص عظيمة في النجاح. آمين. نجيب في هذه الحلقة على سؤال، وحقيقة السؤال رائع وهو متداول تاريخيا، يفكر فيه الفلاسفة وغير الفلاسفة باستمرار. السؤال يسأله أحد متابعين حلقاتنا، ونشكر صاحب هذا السؤال، والسؤال هو أمامك: ماذا كان قبل وجود الله؟ هذا السؤال إخواني وأخواتي يأتي ينبع من العقل التحليلي، العقل التحليلي، العقل الزمني. الوجود أزلي، الوجود ليس فيه زمن، الوجود بدون زمن. ما هو الوجود؟ تعريف الوجود هو الفراغ الغير محدود، فراغ غير محدود، واسع جدا جدا جدا، بدون بداية وبدون نهاية. فماذا كان موجود قبل الله؟ الجواب: كان موجود الله نفسه. وماذا كان قبل قبله؟ مرتين، two times. وماذا كان قبل قبل الله؟ الجواب: الذي كان قبل قبل الله أيضا الله نفسه. وماذا كان قبل قبل قبله؟ three times. ماذا كان قبل 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 الله؟ الجواب: كان الله أيضا. وهكذا تريليونات مليارات من التريليونات من المرات. ماذا كان موجود قبل 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 الله؟ الجواب نفسه، الله نفسه موجود. الوجود مرة أخرى أزلي، الوجود خارج الزمن والمسافة، الوجود خارج كل أفكارنا وتصوراتنا. وتعريف الوجود كما قلنا أنه الفراغ الغير المحدود، وهذا الفراغ الغير محدود إنه الجمال الأبدي والمحبة الأبدية التي تغطينا وتخترقنا في كل ثانية، تغطينا وتخترقنا في كل ثانية وإلى الأبد، وتملأنا بفرص عظيمة للنجاح والإبداع. النجاح فيك وحولك، أنت نقول مملوء بفرص عظيمة لكي تبدع في الحياة، لأنك من عقل النجاح، من عقل الإبداع، من عقل الصحة الغير المحدودة. أنت تأتي أو أتيت من عقل الفرص. تعريف الله، تعريف الوجود هو الفرص، وهذه الفرص باستمرار تكثر، بهذا المصطلح تكثر، تزداد حولك. أكوان تبنى، ملايين تريليونات من الأكوان، كائنات تبنى، تريليونات 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 من الكائنات، فرص كثيرة فيك وحولك. غاية الوجود هو سعادتك، من أجل سعادتك، من أجل أن تبدع، من أجل أن تعيش منتصر، من أجل أن تعيش بصحة عظيمة، بقوة عظيمة، بفرح عظيم. هذا هو غاية الوجود. نشكركم أخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، نصلي من أجلكم أن الرب يبارككم، ونراكم في البرامج والحلقات القادمة.